المجتمع الهيكل الوحيد المؤهل الشيخ الموقف في الجبهة الشعبية هو مجلس أمناء العامين، وشمع اليوم مجلس أمناء العامين وجلسته مفتوحة إلى غد نهار السبت نهار الحد. الموقف النهائي للجبهة سيعلن عنه يوم الاثنين، موقف حول الدورة الثانية من انتخابات الرئاسية. النقاش كان نقاش صريح وعميق، فما تباين في الرؤى، ولكن احنا عندنا تأكيد ان نهار الاثنين، يعني نقاش قلت لكم الجلسة مفتوحة الغدوة وبعد غدوة، ونهار الاثنين باش تخرج موقف موحد يلبي المرحلة الوطنية ويلبي وحدة الجبهة الشعبية. يعني احنا اليوم فما قناعة مشتركة من كل الأطراف، وهي أطراف عديدة في الجبهة، إنه ضرورة توحيد الخط السياسي، موقفنا السياسي، وضرورة توحيد ضمان وحدة الجبهة هو أساس الموقف اللي باش ناخذوه نهار الاثنين، باش نعلنوا عنه نهار الاثنين. والموقف هذا كما قلت لكم باش يكون موقف معناه يتماشى مع المسؤولية الوطنية اللي تسمت بها ديما الجبهة الشعبية. فما إمكانية لمعناها ترشيح أحد المرشحين دعمهم؟ كل كما قلت لكم الموقف أو الحاشة باش يعبر عن مجلس أمناء العامين، والشخص الوحيد المكلف والمعني بالتصريح حول موقف الجبهة هو الناطق الرسمي رفيقنا حمد هنيه. كل احتمالات ويبدأ، كل احتمالات ويبدأ، ولكن أنتم تعرفوا المواقف اللي أعلنوا عنها بعض كثيرين في الجبهة الشعبية وهي تلزمهم، ولكن الجبهة الشعبية المسيرة النظرية متاحة هي كانت الطرف الأساسي في إسقاط الترويكا، دونك هذه كل المعطيات معناها باش تحاول باش تمكننا باش ناخذ الموقف الوطني المسؤول في المرحلة القادمة وبالأساس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.